معنا هاتفيا من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي والفلسطيني محمد القيق. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. إذن بعد أقل من ساعة من قتل الاحتلال، فتى نادر ريان قتلت أيضا قوات الاحتلال الشاب علاء في الضفة الغربية، يعني ما الذي يحدث هناك؟ نعم، هي حالة استفراد واضحة أمنية عسكرية بامتياز تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. والجديد اليوم أن القتل بدم بارد تجدد في الداخل في منطقة رهط جنوب فلسطين المحتلة عام 48. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الرصاص الحي القاتل المباشر في الآونة الأخيرة بحق الفلسطينيين، فبات يسجل يوميا شهيد إلى 3 شهداء في أنحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس. اليوم الوحدات الخاصة الإسرائيلية قتلت الفتى في نابلس مخيم بلاطة، وقتلت فتى آخر في منطقة قلندية في جنوب القدس، وقتلت الشاب في منطقة رهط. هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي على وقع التقارير الأمنية للشباك أي جهاز المخابرات الإسرائيلية الذي يفيد بأن مرحلة التصعيد وفترة التصعيد ستكون قريبة جدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين على غرار ما حدث في سيف القدس في مايو الماضي. يعني بحسب الإحصائيات حتى الآن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العام 20 مواطنا في كل من الضفة والقدس. ما تفسيرك لزيادة انتهاكات الصهيونية منذ بدء العام؟ وقد ذكرت أن يعني مخابرات الاحتلال تتوقع حدوث يعني اشتباكات أكثر عنفا مما يحصل الآن. نعم، المنطقة على صفيح ساخن نظرا لممارسات الاحتلال المتصاعدة أولا، ثانيا انعدام الأفق السياسي، ثالثا حالة الروح المعنوية للشارع الفلسطيني التي ترفض الاحتلال والتي تتصاعد يوما بعد يوم من عمليات إطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة والدعس والطعن. إذن سيد محمد القيق الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.